سمعتم من ابن أخي محمد، وهو كما قلتم حين سألكم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قلتم نعم، ما جربنا عليك كذبا. ثم دعاكم إلى دينه ألا تعبدوا إلا الله، وأنه نبيه ورسوله، وأنتم على الخيار فيما دعاكم إليه، ولكني أعلم أنه جاء بنبأ عظيم ما وجدت قريش قبل الآن مثله. أما أنا فلا والله لا أسلم ابن أخي لأحد، وقد سمعتموني أقول له: امضي لما أمرت به